هل تعلم ما هي الآيات الشيطانية؟ هي الآيات التي تحرضك على طعن كل من يختلف معك في الرأي وضرب رقاب كل من يخالفك في العقيدة. هي الآيات التي تعلمك كراهية الآخر والتوجس منه لأنه لا يقبل بدينك أو ينتقده. هي الآيات التي تبرر السبي والرقة وضرب النساء. هي الآيات التي تسمي المخالف نجس وكلب وحمار وشر الدواب. هي الآيات التي تجردك من إنسانيتك وتجعلك وحشا غاضبا. هي الآيات التي تبني سورا عاليا بينك وبين العالم، تكون أنت على الجانب المغفر من السور وتظن أنك في الجنة. هي الآيات التي تقول لك إن تعذيب الآخرين وقتلهم يشفي صدور قوم مؤمنين، وهي الآيات التي تخدعك وتقول لك إن أمتك هي خير الأمم وأخرجت للناس ولكي تكون كذلك، وإن دينك جاء رحمة للعالمين. السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته. كانت هذه كلمات أو بوست الدكتور حامد عبد الصمد حول موضوع ضرب أو الاعتداء على الروائي سلمان رشدي. وهنا سأطرح ثلاثة أسئلة في هذه الحلقة الخاصة، وهي: هل أن سلمان رشدي ادعى وجود آيات شيطانية أم أنها موجودة فعلا في تراثنا وبأشكال شتى؟ وهل أن من يدافع عن حق رشدي بالتعبير تحت شعار مواجهة الفكر بالفكر وليس العنف هو على حق؟ ثم ماذا قال حامد عبد الصمد والصديق الدكتور شريف يونس عن محاولة اغتيال سلمان رشدي؟ كونوا معي أصدقائي، وهذه الحلقة الخاصة عن هذا الموضوع المهم والذي ينطوي على كثير من التفاصيل. في البداية قال حامد عبد الصمد، وهو صديق عزيز وروح كبيرة اعتز بها كثيرا، لكن مع هذا عندي اختلافاتي معها، لأنه يطرح آراء في قضايا شائكة جدا، كل احنا نلاقي الأمرين في فهمها واستيعابها، فبالضرورة احنا لابد أن نختلف في التفاصيل، لكننا لا نختلف في هدفنا النبيل لإيجاد حلول سليمة أو سلمية لكل ما يجري بيننا، وفي الوقت نفسه نستنكر كل اعتداء وكل ظلم وكل محاولة لغبن حقوق الآخرين وحقهم في التعبير وإبداء الآراء، لأننا كلنا مشاركين في الجماعة البشرية نفسها، ومن حق الجميع أن يكون لهم رأي في ما يجري داخلها. لا يجوز مصادرة أي رأي كما تفعل الفتاوى التي تحاول أو تهدف إلى إلغاء الآخرين وتحريكهم كما يشاء صاحب هذه الفتوى. مقولة أو بوست الصديق والعزيز حامد عبد الصمد قال بأنه هي الآيات التي تحرضك على طعن من يختلف معك في الرأي، وأقول بأن هذا صحيح، لأن هذا الدين هو هذا، هكذا الدين. الدين لم يأتي لكي يوزع الورود على الجميع، الدين جاء أو وجد لكي يدير شأن الجماعة البشرية، هذا هو الدين. علينا أن نفهم هذه الحقيقة، وبالتالي فهم هذه المسألة تحتم علينا أن نستنتج أشياء تبنى على هذا الفهم. أما أن ننتظر من الدين أن يقوم بشيء ليس منه وليس من أهدافه وليس من جوهره ولا من الظرف الذي ينتجه ويجعله منتشرا بين الناس ويطمح الجميع إلى تطبيقه. وعليه فإن الدين ينزل آيات أو ينتج آيات أو يقدم آيات تعلم الجميع، جميع المؤمنين به، على كراهية الآخر والتوجس منهم أيضا كما
قال حامد. وأيضا يطلق آيات تبرر السبي والرق وضرب النساء، وأنا أعتقد أنه لهذه الغاية وجد الدين أصلا، أي أن يبرر. لا بد لكل جماعة بشرية أن يظهر فيها مجموعة من الكهنة ورجال الدين، هذا عبر التاريخ. يعني الآن لا أعتقد أنه لا بد أن يوجد هؤلاء، الآن بالعكس معال على كل جماعة بشرية وعال على البشرية بأكملها رجال الدين عموما. لكن سابقا كانت هذه الغاية اللي وجد الدين من أجلها، أن يبرر كل أفعال الشنيعة التي يرتكبها الأفراد، والسبب هو منطقي. يعني كانت العلاقات بين الجماعات والبشر عموما علاقات عنيفة، وسبب العلاقة بالطبيعة والظروف التي كان يعيشها الجميع، كانت الموارد شحيحة، موارد الغذاء، الحاجات قليلة، فبالتالي لابد أن يحدث صراع بين الجميع، وهذا يحتم وجود تكتلات على أشكال عشائر قبائل، على أشكال نحل دينية، على أشكال مذاهب دينية. هاي كلها تهدف دائما أن تسوي خطاب أو تنتج خطاب لا يسمح بأن يخرج أحد من أفراد هذا الخطاب أو المجتمعين على هذا الاتفاق أو الجماعة، أن يخرج على طوع الجماعة وأمرهم. بالتالي الدين وجد مكان مناسب لأن يستمر وأن يطبق وسط هذه الجماعة ويطبق شروطه الصارمة. هذا يخلينا نفهم لماذا توجد آيات تسمي المخالف بالنجس والكلب والحمار وشر الدواب، وهي لماذا هذه الآيات تجرد الإنسان من إنسانيته وتجعله تحوله إلى وحش غاضب كما يقول حامد عبد الصمد. لأنها ماذا تريد؟ لأنها لا تريد الإنسانية داخل الإنسان، إنما تريد التابع الذي لا يعترض ولا يناقش ولا يجادل، إنما ينفذ إرادة الجماعة. هذه حقيقة الدين. الدين هو هكذا، لا يفهم، لا يريد، أو هدف الأسمى وظيفته هي أن يحفظ شأن الجماعة، بغض النظر عن أن هذا الحفاظ على شأن الجماعة راح يصب في صالح الجماعة نفسها أو في صالح قائد أو زعيم هذه الجماعة أو الكاهن الأكبر لهذه الجماعة. هو بالنتيجة هو لا يستطيع التخلي عن هذه الجماعة، هو القائد العام لهذه الجماعة أو الأب الروحي لها، فبالتالي هو ممكن يضحي بالقطيع الديني الذي أنشأه، مثل ما يضحي الراعي بالعدد من أغنامه، لكنه في النهاية الأغنام وقطيع الأغنام يزداد لديه ويكبر وينمو مع تضحية بالكثير من أتها، والسبب لأنه حسن إدارته للموضوع. هكذا يفكر رجل الدين بالمناسبة، وهكذا استمر الدين في البقاء. فعلينا أن نفهم المسألة من هذه الزاوية، ونعرف ما لماذا الخميني وأمثاله والقرضاوي وأبو بكر البغدادي وبن لادن وحتى الرسول الكريم قبل 1000 سنة وقبل موسى وعيسى، هاي الأسماء كلها هي كان هدفها الجماعة، كانت هدفها أن تسوي كنيس أو كنيسة واللي هي جماعة المؤمنين. هذا هو كان هدف الأسماء الذي يجب أن يعلو على أي هدف آخر، وهدف من هذا النوع لابد أن يبني سور بين هذه الجماعة والجماعات الأخرى، سور عالي كما يقول حامد عبد الصمد. وأنا دائما أذكر هذا قضية السور، أنه دائما الدين يحيط العبد المؤمن أو الجماعة المؤمنة بسور عالي، ولا يفتح إلا كوة صغيرة تسمح للبعض أن يطلعوا على العالم الخارجي، وهذا هو اللي مثل أولاد داخل، يعني داخل عائلة بأم وأبيها، وهؤلاء يحرصون على أن لا يتورط الأطفال بالخروج إلى العالم الخارجي لأنه خطر وليس بالصورة التي يطمح لها الأب والأم، وبالتالي عليهم أن يكونوا حذرين من الاتصال بهذا العالم وأن يتقيدوا بكل تعليمات التي يصدرها الأب لهم. وبالطبع سيقول لهم الأب كما يقول حامد عبد الصمد أن هذه الآيات الشيطانية هي التي تخدعك وتقول لك أن أمتك هي خير أمة أخرجت للناس. بالطبع أنت عندما تكون ضمن هذا وصاية الأب أو الكاهن أو رجل الدين ضمن الجماعة التي نشأت وترعرعت فيها
بالضرورة أنت ترى بأن هذا رجل الدين هو الوصي الأكبر والنموذج الذي تطمح لأن تقتدي به وأنت بل تتشرف أن تتبعه. هذا من جهة. من جهة أخرى، لماذا الإنسان يستجيب لهذه القضية؟ واحدة من أتى الإنسان بحاجة لأن يكون هنالك من يوصى به أو من يتكفل بشأنه ويدله على الطريق. لا يستطيع أي إنسان أن يسير لوحده أو يفكر لوحده أو ينفذ كل شيء لوحده. لابد أن يتعرف كيف يتعامل مع الآخرين، كيف يفهم الأحداث، كيف يستقرها، كيف يتبع، كيف يطبق التقاليد والتعاليم الدينية أو الاجتماعية التي يوجد ضمن المجتمع الذي يولد فيه. هذه كلها عمليات كبيرة وليست بالسهلة. وهناك كيف يتعامل مع الغريب، مع الصديق، مع ابن العائلة، مع الأخ، مع الشيخ، مع كبير القاعدة أو كبير العشيرة، وهكذا. هذه كلها تفاصيل كثيرة جدا لا يمكن لأي إنسان أن ينجزها لوحده، لكن لهذا يوجد رجل الدين وتوجد ما يشبه مؤسسة دينية حسب مستوى تقدم الجماعة هذه الدينية. فدائما تجد هذه المؤسسات موجودة لكي تقدم هذه الخدمة للجميع وفي الوقت نفسه تسيطر عليهم، لأنك لا تستطيع أن توحد الجماعة دون السيطرة عليها وكسر إرادتها الخاصة أو الفردية. طبعا انتقادي لرأي حامد هو مو انتقاد، هو بالعكس أنا أقول بأنه هو قدم رؤية ممتازة وأنا بالعكس أنا محتفل بها يعني بشكل أو بآخر، لكن محتفل بها لأنه أقول ليس لا أعتبر أن هذا كلام هو إساءة للدين، بالعكس هو وصف للدين ووصف حقيقي. وكل من يقول أن هذا إساءة للدين، لا بالعكس، هو الدين هي آيات حقيقية موجودة. الدين يحاول أن يوحد الجماعة، وهي واحدة من الشعارات الدينية الأساسية، الأولوية للدين وليس للنفس. الفرد لا أهمية له بقدر ما الأهمية للجماعة، لأنه الفرد لا يمكن أن يبقى دون وجود جماعة تحميه وترعاه، وهو هذا المنطق الذي المقلوب الذي كانت تعيش به الناس. الآن الأمر مختلف تماما. هذه الثنائية، ثنائية النفس والدين والجماعة والفرد، هذه الثنائية لم تعد موجودة ولم تعد مهمة. لكن الصديق حامد يتحدث ضمن هذا، يعتبر أنه كأنما هو بداخله أنه هنالك دين مثالي، وهذا الدين الموجود الذي يحرض على هذه الآيات الشيطانية هو أو ينتج هذه الآيات الشيطانية، هذا الدين هو ليس بالدين الصحيح. فبالتالي مواصفات الدين الإسلامي هي مواصفات شيطانية وشريرة أو عنيفة أو وحشية، ولا تعترف بالآخر ولا تتسامح معه. هذا من وجهة نظرة لا يعد نموذج لأي دين، للدين المثالي الذي يتصوره. أنا أعتقد بأنه علينا أن ننظر الأمور من زاوية أخرى، وهي أن موضوع وجود، أن موضوع هذا قصور الديني هو موضوع غير دقيق في التناول، لأنه أنت كما قلت الدين هو هذه طبيعته أن لا أن يكون مثالي بالمقاييس الإنسانية المعاصرة. هو يكون مثالي كل ما كان انعزالي، كل ما ارتفعت الأسوار بينه وبين الآخرين، كل ما ازدادت الكراهية للآخرين المختلفين، كلما ازداد وحشية ضد كل ما هو مختلف ازداد. وهذا بالعكس، كل ما ازدادت آياته الشيطانية بحق الآخر وآيات الرحمانية بحق الأخوة المؤمنين أو جماعة المصلين والمؤمنين، كلما ازداد الدين مثالية. فمثالية الدين ليست في كونه دين الخيرين أو المتسامحين أو الذين يتقبلون الآخرين المختلفين، لا على الإطلاق. الدين لا يمكن أن يكون ديمقراطي في أي مجال من المجالات، لأنه هو نتاج الماضي وليس نتاج الحاضر. على والماضي هذا الماضي العنيف الدموي الوحشي هذا الذي يجب أن ننتبه له.
كما قلت أن الدين لم يوجد لتوزيع الورود، بل فرض القيود وإقامة الحدود، وهذا ما لا يفهمه أو ما لا نفهمه عموما، لأننا لم نبحث مبحث الدين بطريقة صحيحة ودقيقة ومعزولة عن أي شيء آخر مختلف عنها. هذا الفهم هو الذي علينا أن نراعيه لكي بعد ذلك نجيد الأحكام التي يصدرها رجال الدين أو التقاليد التي يفرضونها على الآخرين وكل ما يتعلق بالدين. هنا هذا ما يتعلق بالمنتقد، أما من يؤمن بالدين داخله فهذا لا يرى، لا يعرف أصل الموضوع أصلا، هو يعيش فقط داخل فضاء هذا الدين مثل ما يعيش في كنف والديه، أو عندما يكبر وينشأ ويصبح رجلا مكتملا لا يشعر بالاستقلالية إلا عندما ينصت إلى الأب الروحي له وهو رجل الدين. فهو عندما يكبر لا يكبر بالحقيقة إلا جسديا، لكنه فكريا وروحيا وإنسانيا لا ينمو إلا على يد رجل الدين وتعاليم رجل الدين وفرائض رجل الدين. هنا يجد نفسه داخل هذا العالم، وصحيح هو العالم مليء بالأخطاء، مليء بالأشياء الشنيعة، هافل بالقضايا فيها المليئة بالتوحش والتي تصعد من العدوانية داخل هذا الإنسان وتجعله وحشا كاسرا ضد كل ما هو مختلف. هذا هو بالعكس، هو هذا الدين الصحيح، الدين الصحيح هو الذي يجعلك مختلفا وقاسيا ومتوحشا ضد كل ما هو غير منتمي إلى القبيلة الدينية التي تنتمي إليها. لهذا تجد المؤمن لا يعرف أي شيء، هو كل ما يعرف أن هناك تعاليم يجب تنفيذها دون نقاش، وهذا راح اتطرق له عندما يتحدث عن مسألة محاربة الفكر بالفكر. بناء على ما سبق، أن يحرضك الدين على الكراهية فهذا هو الأمر الطبيعي كما قلنا، وإلا لا يوجد قيمة لأي دين دون هذه الكراهية وهذه العزلة الشعورية أو الأسوار العالية بينه وبين غيرهم. بالتالي أن وظيفة الدين ورجل الدين هي أن يعمل على إنجاح هذه المهمة. ماذا يفعل؟ عليه أن ممكن له أن يغش، أن يناور، أن يكذب، أن يواري حقيقة الدين ليس على أتباعه فقط، بل على منافسيه وعلى الأغيار الذين يقيمون خارج أسوار الدينية أو جماعة الدينية. والسبب هو أن متطلبات تحقيق الفكرة الدينية صعبة جدا، بل وباهظة التكاليف، وقد يعني يلاقي الأمرين رجل الدين وأيضا الجماعة الدينية بسبب هذه المتطلبات. هو هذا اللي يفسر مثلا دهشة كثير من المؤمنين من مواقف كبار رجال الدين، لأنه أحيانا يتخذون قرارات غريبة جدا، والبعض يعتبر بأنه هي هاي يعني فيها مداهنة وفيها مناورة، لكن مداهنة مكشوفة ومفضوحة. عادة مرات تصير مواقف حاسمة ولا يمكن لرجل الدين أن يناور فيها. وأكو مثال مشهور يعبر عن هذه المسألة في صلح الحديبية بين الرسول وقريش. كان عمر بن الخطاب، طبعا أنا أعتبره كان الرجل الثاني في الإسلام، هو الذي يعني الرجل السياسي التنفيذي في الإسلام، وكان الرسول دور الروحي. كان الرسول قرر الصلح والعقد الهدنة مع قريش، لكن عمر كل استاء تماما، وصار يعني لأنه كان جدا متعلق بكل ما يخص الرسالة والدعوة، ويعتبر أنه الآخرين لا يمكن المناورة معهم أو حتى المداهنة. فكان غضب واستغرب بعد ذلك من موقف الرسول، وبعد ذلك الرسول بحنكته العالية تفادى الموضوع وقال أنني وعدتكم بالنصر، ولكن ليس الآن، انتظروا أنه هنالك فتح قريب بعد فترة. هذا يعبر حق التعبير عن
الفضاء أو مناطق الاشتغال التي يعمل فيها رجل الدين. رجل الدين هو بين السياسي وبين عالم النفس الاجتماعي، يعني هو بين الشخص اللي عنده كاريزما، بين الشخص اللي عنده نوع من السلطة، يضفي نوع من السلطة على نفسه وبحيث تنتقل للآخرين ويتبعون خطاه. هذا يعني هذا الكوكتيل هو رجل الدين. فهذا رجل الدين لا يمكن أن يكون آخر شيء له علاقة بالمثالية، هو رجل الدين. فعندما نقول رجل السياسة ممكن أن يكون مداهن ومخادع ومناور وكذاب، رجل الدين هو كل هاي موجودة به، لكن كلها مغلفة بإطار القداسة الدينية. لماذا؟ لأنه هو يدخل في كل تفاصيل الحياة، هو العلاقة بال يعني بالعلاقات الاجتماعية، العلاقة بالعلاقات الجنسية، العلاقة بالعلاقات الاقتصادية، العلاقة بكل شيء، كل ما يخص حياة الجماعة البشرية هو متدخل وله حضور فيها. أما السياسي فهو يطلب شيء واحد، يعني يطلب شيء واحد، يطلب السلطة على الناس، لأنه عندما يطلق أمرا يتم تنفيذه، حاربوا حاربوا، قاتلوا قاتلوا، كلا يعني شخص تنفيذي لا أكثر ولا أقل. هنا الآن دكتور حامد عبد الصمد بعد أن نشر هذا يعني هذا البوست الخاص بالآيات الشيطانية، نشر بعد ذلك رأيه بالتعليقات المسلمين على محاولة اغتيال سلمان رشدي، وصنفها إلى ثلاثة اتجاهات. أنا بالحلقة الأخيرة أشرت إلى مفارقات أو تقريبا 10 مفارقات أو مفاهيم جعل أو فهم مقلوب لنا لدى الأغلبية لما يجري، ووضحتها بالفيديو الأخير قبل هذا، أرجو أن اطلع عليها. هنا شفت أنه عندما تقسيم ثلاثي لأنماط تعليقات المسلمين على هذه المحاولة، خلنا نطلع عليها. مختصر ما قال أنه قال هنالك ثلاثة. الفريق الأكبر الأول هو هلل وفرح واعتبر أن ما حدث هو ثأر وعقاب مستحق لصاحب آيات شيطانية، وقال بأن هذا الفريق هو راضع من الصغر فكرة أن النبي محمد فوق النقد أو يعني من الطرف السني، أو متربي شخص على اللطم من الطرف الشيعي. قال أما الفريق الأصغر فهو يتعاطف مع سلمان رشدي، وشعاره أن الفكر لا يواجه إلا بالفكر، وأصحاب هذا الفريق كما يقول هذا يعتقد بأنه أصاب التطرف في مقتل وهذا وهم. أنا كما أقول أنا طبعا، وقال بأن هذا الفريق يزداد مع الزمن، ولكن برأيي تعليق على هذا بأن هذا يحتاج إلى أن يذهب أعمق. هذا الفريق الذي يتعاطف مع سلمان وهم أغلبهم من اللادينيين، أقول بأن هؤلاء عليهم أن يذهبوا أعمق من هذا ويفهموا أن الأمر يتعلق بالدين وليس الفكر. الدين دين والفكر فكر. أما أن من يقول أن الفكر لا يواجه إلا بالفكر فهذا خلط بين الاختصاصات. وأنا وضحت قبل شوية بالبداية أن الدين هو طب لا يوجد دين مثالي، بالعكس كل ما ازدادت لا مثالية الدين كل ما ازدادت صفته الدينية دينية. بعد ذلك راح انتقل حامد إلى الفريق الوسطي اللي يسمى الفريق الوسطي الكيوت. هذا يرى بأن رواية رشدي جريمة، وفي الوقت نفسه أن محاولة قتله أيضا جريمة، وقال بأن هذا أمر غير صحيح لأن سلمان رشدي لم يدعو يوما لعنف ولم يهن أحدا، بل دافع عن حقوق الجميع وضد الغرب نفسه. وقال بأن هؤلاء يرون أنهم يخشون على إسلامهم من الفضيحة وليس من يعني هذا التأويل لكلامه، وليس لمقتل رجل لم يفعل شيئا سواء كتب رواية. بما معناه هذا مختصر كلامه، فأنا أعتبر هذا مسألة تنصل، إما تنصل شخص جبان أو تنصل من قبل شخص منافق يخشى الاعتراف بالحقيقة، وهي أن الدين دين عنيف بطبعه ولا يوجد دين شمولي غير عنيف. فهذه مسألة
بديهية يعني كافي بعد نحاول أن نتفاداها أو لا نعترف بهذه الحقيقة. بعد ذلك أشار إلى أنه قال البعض هؤلاء من الفريق الوسطي يدعون بأن هذا ككاتب رواياته ركيكة وأن شهرته جاءت بسبب الفتوى، وقال يعني هذا يعني هذا قال هو بدليل أنه الرجل يعني ما لها علاقة بالفتوى، هو أنه كتاباته ركيكة أو غير ركيكة ما لها علاقة، هو رجل تعرض إلى فتوى، فالموضوع مختلف تماما، فما الحاجة للحديث عن رواياته ودرجة إبداعيتها. رأيي اللي أقوله بأنه كما قلت بأنه مسألة هي ليست صراع فكر بفكر، الموضوع العلاقة بمسألة هنالك دين وهنالك رأي عام مختلف تماما، وقوانين وقيم للعصر اختلفت تماما. نحن كما يقول شارلز تايلر الفيلسوف الكندي نحن نعيش في عصر علماني، مسألة الدين انتهت، لا وجود للدين، إنما هنالك حركات دينية سياسية، لكن الدين شاء أم أبى أي مهما كانت قوة هذا الدين هو يبقى موجود ضمن إطار العصر العلماني، مهما حاولنا إحنا العلمانية موجودة داخل بيوتنا الآن، عندما أتحدث معكم أمامي كاميرا مايكروفون، أمامي ألبس ملابس خاصة، أتحدث معكم بطريقة محددة، عندي موبايلاتي، اتصالاتي، أكو إضاءة، هاي كلها علمانية، كلها نتاج العلمانية وليست نتاج الدين. فبالتالي العلمانية هي متشربة بنا في كل مكان، لكن نحن ما زلنا يعني يعني مثل الشخص يقاتل أو يحارب ظله، فبالتالي المسألة لا يمكن إنكارها. أما مسألة أنه هاي شرحتها بالفيديو الأخير أنه ما مسألة أنه الفتوى أصابت رشدي بالشهرة، الرجل مشهور أصلا، يعني بالعكس الفتوى صبت في مصلحة الخميني وإيران وليس العكس، رشدي كان مشهور حتى أشار لها حامد، مشهور جدا قبل الرواية وأخذ جائزة البوكر اللي هي تعادل نوبل بالرواية، والخميني في عندما أصدر الفتوى كان صحيا في حالة سيئة وأيضا سياسيا في حالة أسوأ كإيران وفي السياسة الإيرانية بأكملها، وهذا الفتوى سوت حضور للخميني وللجمهورية الإسلامية الإيرانية داخل الوساطة المسلمة، وادعوا بأنهم تجاوزوا مسألة شيعيتهم وأصبحوا يعني ناغوا بها مشاعر جميع المسلمين في العالم السني أيضا، وهذا اعتبروها انتصار سياسي، وفعلا نجحوا في هذه المسألة وما زالوا ينجحون حتى هذه اللحظة في لعب هذه الورقة. يعني أشرت بالبداية لأنه رجل الدين ليس بالرجل المثالي على الإطلاق، وهو رجل مناور ويجيد اللعب بأوراق المتوفرة لديه، بل وحتى غير متوفرة هو يصنع الأوراق كما يشاء. والآن قبل أن أتطرق إلى موضوع الدكتور شريف يونس ما أشار له وإشارة مهمة جدا، أقول بأن سلمان رشدي عندما يطلع على الرواية يلاحظ بأنه كان يحاول أن يقول ما نقوله الآن، وهو أن قداسة رجل الدين هي قداسة مزيفة وبالإمكان السخرية منها وكشف حقيقتها الوهمية. وبالتالي أنا يعني شخصيا دعواي للجميع أنه امتنعوا عن تناول المسكرات والمخدرات الدينية، تابعوا فقط كل ما هو يشجع على النقد والتفكير، وخاصة النقد المستفز الذي يجعلك يحدث لديك صدمة فكرية يجعلك تخرج من القناعات الجاهزة لديك. هذا طبعا لا يحصل إلا مع رفض أي فتوى أو أي رأي ديني أو أي حكم ديني ينتهك حقوق حريات وحقوق الإنسان أي إنسان. هذه المسألة الأساسية.
دكتور شريف يونس، دائما انا يعني اعتز بارائه واعتبرها اراء من الاراء الشديده الخصوصيه والاختلاف والتميز، لانها تتناول الامور بطريقه محايده وفيها جده واختلاف عن النظره السائده في عالمنا العربي، خاصة عالمنا الفكري الثقافي العربي. دائما لديه آراء دقيقة ولماحة وصادرة من ذهن صافي بصراحة، ودقيق، وفيه شيء يعني فيه درجة عالية من العلمية والدقة، ويجب أن أعترف دائما أفكاره وآراء تحرضني على التفكير أعمق والتمعن أكثر في قضايا لم تخطر لنا على بال، وأعتز بهذه المسألة كثيرا. قال الدكتور شريف يونس أن هناك غياب حاد فيما يتعلق من بقضية سلمان، قال أن هناك غياب حاد للإحساس بالقيم وبالعالم المعاصر، وأيضا هناك غياب حاد للإحساس بالمسؤولية، وأعتقد يعني المسؤولية الإنسانية. ممكن تطلعون على البوست في صفحته على الفيسبوك، وأيضا تتابعون قناته وهو يعرض بها آخر لقاءاته، واعتبرها لقاءات مهمة جدا. قال بأنه اغتيال سلمان رشدي يتم التعامل معه من ناحية أن الحادث يعني حيسوء سمعة الإسلام، أو أنه حيعيد سلمان رشدي وروايته للأضواء، وقال يعني وكأن ما فيش حاجة مهمة في الحدث ولا في العالم غير إحنا وعقائدنا وحنتأثر بها إزاي. قال ما فيش حتى إدراك، عنده تعليقات كثير بأن اللي تمت محاولة اغتياله هو ده شخص مدني غير مسلح، وكل اللي بيعمله أنه بيكتب أدب، وأن ده إرهاب للعالم واعتداء على الحقوق الأساسية للناس وأولها حق الحياة، وأن طبيعي العالم يشوف هذا التصرف فيه نوع من الهمجية، وأن التهديد ده للعالم جذورة موجودة في تراث عتيق يرفض أن يتطور أو يتغير، وأكثر من كده هذا التراث أحيته الصحوة بجهود جبارة مستمرة. وأضاف يونس بما أعتبرها أضافة مهمة جدا، قال بأن التراث ده بتاعنا ودي مسؤوليتنا أصلا باعتبارنا أصحاب الثقافة دي، وأن الثورة الثقافية على التراث ده وتقويم مسؤوليتنا تجاه أنفسنا وتجاه العالم. أنا أعتبر هاي مسألة خطيرة جدا ومهمة جدا، أن المسألة التراث هذا بتاعنا، إحنا علينا أن نتصرف، لا نلقي الأمر، علينا أن نواجه أنفسنا بالمرآة ونحاسب أنفسنا ونرفع حجاب القداسة ونتعامل مع الموضوع بدقة وبموضوعية وبعلمية وبتجرد. هذا الحل الوحيد الذي لا خيار لنا سواه، وإلا فنحن سنستمر في طريق التهلكة أو يعني طريق الانهيار التام. بالنهاية مقالة أشار إلى قضية مهمة، وهي تعبر عن هذا رفض رؤية العالم كما هو ورؤية أنفسنا كما هي، والاعتراف بأن هذا التراث الذي لدينا واللي بتاعنا هو تراث فيه مشاكل خطيرة جدا وعلينا مراجعته. يقول ماذا يفعل بالمقابل الأزهر مثلا؟ الأزهر يأتي ويقترح لحل المشكلة بإعلان عن تجريم عالمي لنقد الأديان، يعني أي أنه ما معنى أنه تحويل أفعال الإرهاب بحجة ضد الأديان، تحويل هذه الأفعال الإرهاب إلى إجراءات قانونية تتخذها الدول نفسها. يقول شريف يونس، يقول كل ده في حين أن عقيدة الأزهر وأديان المنطقة عموما هي أديان توحيدية، وهي كلها مع بعضها، واحد يسخر من الثاني، واحد يلعن الثاني ويكفره، فبالتالي هذه أول من يتضرر من هذا تطبيق هذا القانون الذي عم على الدول هو الإسلام نفسه. يعني تخيل المشاكل، يعني هذا بدلا من أن يحل لنا المشكلة راح يعقدها ويجعل الصراع يعني تحت مقر عالميا.
فيختم قوله دكتور يونس يقول منطقتنا باختصار لسه بتدفن رأسها في القش زي النعامة وفاكرة أن ما حدش شايفها ولا هي عايزة تشوف نفسها أصلا وما عندهاش أي مشكلة في أنها تستعمل خطابات مزدوجة وثلاثية ورباعية. متصورة أن كل مراكز الأبحاث في العالم اللي بتبحث الظاهرة الخطيرة دي مش حتاخذ بالها. ختاما أتساءل لماذا يفعل الدين كل هذا؟ لماذا يجعلنا دائما لماذا هذا الدين متطلب ويجعلنا دائما مجبرين ومرغمين تحت تهديد التكفير وحتى السلاح بأن ننصاع له ولأن نطبق تعليماته؟ ما هذا الحاجة؟ يعني كل هذا الهوسة مع هذا نجد الإنسان ما زال مؤمن؟ فهذا السؤال أعتقد كبير ويحتاج إلى أن نفهمه ونفهم لماذا يسمع شخص مثل هذا عمره 25 سنة يسمع فتوى قبل 33 عاما ويذهب لتنفيذها بحق رجل هو مجرد كتب رواية، يعني لم يفعل شيئا امرأة كما يقال. أعتقد الجواب أنه الإنسان كما يبدو لم يصل بعد، يعني إنسان بالمعنى العام لم يصل بعد إلى مرحلة الإنسانية الحقة، فما زال الإنسان كائن متطلب وغير عقلاني وقاسي. وأرى أن علينا أن نطور روح هذا الإنسان وقابلياته العقلية والذهنية بشكل كبير بشكل دقيق وعلمي، وليس بالطريقة التي نتعامل بها معه حاليا والتي نسمح فيها لرجال الدين الذين هم نتاج الماضي أن يتحكمون بأمر الإنسان العربي المسلم حاليا. هذا أمر غير جائز وغير معقول وأيضا غير منصف بحق كل ما هو إنساني وبشري. مع السلامة، شكرا للمتابعة وأسف على الإطالة.